قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، هذه نشرة إخبارية مفصلة من قناة عدن. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في استشهاد الطيارين الإماراتيين زايد علي الكعبي ومحمد عبيد الحمودي ضمن قوات الإمارات المشاركة في عملية إعادة الأمل إثر تحطم طائرتهما فجر اليوم الاثنين في الأراضي اليمنية إثر عطل فني. وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية المشرفة الذي تطلع أو الموقف الأخوي المشرف الذي تطلع به دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا من خلال وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، لا سيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن، ومشاركتهم في التحالف العربي لدعم الشرعية واستعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات اليمنية بعد عمليات الانقلاب التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح وما تسببت به من اقتحام للمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وقتل المدنيين العزل والدمار الذي طال البنية التحتية. وأكد فخامة الرئيس أن أبناء الشعب اليمني لن ينسوا مثل هذه المواقف البطولية الشجاعة التي جسدها أبطال القوات الإماراتية من خلال وقوفهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في سبيل الدفاع عن الأمن والاستقرار وأعراض وكرامة أبناء الشعب اليمني من تلك العناصر الإجرامية التي تسعى لتنفيذ أجندة دخيلة على مجتمعنا. وقال رئيس الجمهورية إن التضحيات الجسيمة التي قدمتها الإمارات ستظل محفورة في أذهان ووجدان كافة أبناء الشعب اليمني من خلال تقديمها قوافل من الشهداء دفاعا عن الأمن والاستقرار في اليمن وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني وصيانة وإعادة تأهيل عدد من المرافق الحكومية في المحافظات المحررة. وأعرب فخامته عن عظيم حزنه وصادق مواساته إلى حكومة وشعب دولة الإمارات وأسرة الطيارين بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. كما بعث فخامة الرئيس برقيتي عزاء ومواساة مماثلتين لنائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة التركية أنقرة يوم أمس وراح ضحيته 34 قتيل وأكثر من 120 جريح. وعبر رئيس الجمهورية عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه العملية الإرهابية ومن يقف خلفها والتي تستهدف الأبرياء وتكشف مرة بعد أخرى دناءة المخططات الإرهابية والتي تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية. وأكد فخامته وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب تركيا في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل حفظ أمنها واستقرارها، مجددا موقف اليمن الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره. ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى القضاء على هذه الآفة الخطرة التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار وتقلق السكينة العامة. أكد نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح ضرورة الإسراع في نزع الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات المتضررة والبدء بالمناطق القريبة من السكان حفاظا على أرواح المواطنين. جاء ذلك خلال لقائه بقيادات وزارة الدفاع والمنطقة الرابعة والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن، حيث جرى مناقشة التقرير الخاص بآلية العمل في نزع الألغام من المناطق المتضررة في عدد من المحافظات. وكشف التقرير عن إخراج ما يقارب 9000 قذيفة صاروخية و1138 لغم أفراد و5467 ألغام ضد الدبابات. وأشاد نائب الرئيس بالجهود التي يبذلها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع عدن
وقيامه بعمل إحصائيات للمناطق المتأثرة وحصر المساحات وكمية الألغام المكتشفة والمرفوعة ومخلفات الحرب وعدد الانفجارات والحوادث. ووجه نائب الرئيس بإعادة تأهيل معسكر سلاح المهندسين التابع للمركز والعمل على توفير كافة الإمكانيات للقيام بدوره على أكمل وجه. ووجه قيادة وزارة الدفاع بإخلاء مخلفات الحرب من موقع جبل حديد في عدن الذي كان سببا في إقلاق السكينة العامة بسبب الانفجارات المتكررة ولخطورة موقعه القريب من بيوت المواطنين. كما ناقش الاجتماع دور المجتمع الدولي للقيام بمهامه في دعم مناطق النزاعات والإسهام العاجل في نزع الألغام ومخلفات الحرب التي تحصد أرواح الكثير من الأبرياء وخاصة الأطفال. وأشار بحاح إلى أهمية التنسيق والتعاون مع دول التحالف للاستفادة من قدراتها وإمكانياتها للتعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، معبرا عن أمله في أن يحظى هذا الأمر بأهمية كبرى من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين، وأن يتم التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب بحسب القوانين والأعراف الدولية. وأكد أن الحكومة سوف تقوم بتفعيل اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام لأهمية نشاطها في إنقاذ أرواح المواطنين. وحث نائب الرئيس على تفعيل عمل اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام والقيام بدورها الإنساني والوطني، مهيبا بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العمل على رفع وعي المجتمع بخطورة التعامل مع الألغام ومخلفات الحرب وتكثيف الرسائل الإعلامية الهادفة للحد من إصابة المواطنين بآثار الألغام والمخلفات. أصدر نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح توجيهاته اليوم بسرعة تحرك الفريق الحكومي المكلف بمحافظتي مأرب والجوف والمشكل بقرار مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وعضوية وزراء الكهرباء والمالية والإعلام والأشغال العامة. ويدخل ضمن مهام الفريق الحكومي إدارة العمليات الحكومية ودعم السلطة المحلية في أدائها لمهامها ومسح احتياجات المحافظتين وتعزيز استجابة العمليات الحكومية لاحتياجات المواطنين والوفاء بها. ويأتي تشكيل الفريق في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة الأمن والاستقرار إليهما كمدخل لبناء السلام والتعافي والبدء في إعادة الخدمات الأساسية وتدشين عملية التخطيط للتنمية وتعبئة الموارد اللازمة للتنفيذ في مرحلة ما بعد الصراع. التقى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر اليوم بالهيئة الاستشارية الوطنية برئاسة رئيس الهيئة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري. وفي اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ووزير الإعلام الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، أطلع الفريق المحسن الهيئة الاستشارية على الوضع العسكري الميداني وما تحقق من إنجازات ميدانية لصالح قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وأكد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في محافظات مأرب والجوف وحجة والانتصارات الأخيرة بمحافظة تعز والتي تأتي معززة لتحرير محافظات عدن ولحج وغيرها، مشيرا إلى استمرار العمليات في كافة المحاور حتى استعادة الشرعية وإنهاء عمليات انقلاب الميليشيا الحوثية. من جانبه أوضح رئيس هيئة الأركان العامة بأن الجيش الوطني الذي بدأ بناءه في شهر مايو من العام الماضي أصبح اليوم قويا ويدير العمليات في كافة المحاور، مثمنا الدور الذي لعبته المقاومة الشعبية في دعم الجيش. وقال اللواء المقدشي إن عملية دمج أفراد المقاومة في وحدات الجيش تسير بشكل منتظم ويراعى فيها المعايير والضوابط المتعارف عليها في بناء الجيوش. وأكدت الهيئة الاستشارية مساندتها لخطوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية داعية أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الانقلابيين واستعادة المؤسسات الشرعية من قبضة الانقلابيين بما يضمن عودة الأمن والاستقرار في البلاد. ناقشت الهيئة الاستشارية الوطنية برئاسة رئيس الهيئة نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري مع قيادة وزارة الأعلام الاستراتيجية الإعلامية لدعم العمل العسكري بهدف الوصول إلى التكامل بين المؤسسات الإعلامية وتحقيق الأهداف المنشودة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب وزير الإعلام، أطلع الوزير محمد عبد المجيد قباطي الهيئة الاستشارية على الاستراتيجية الإعلامية للوزارة خلال المرحلة القادمة والتحديات التي تواجهها، واستعرض جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها في تقديم رسالة إعلامية مواكبة للتطورات وتشكيل رأي عام محلي وخارجي داعم للشرعية ومناهض للانقلاب. وأكد رئيس وأعضاء الهيئة على أهمية الدور الإعلام في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، وتوحيد جهود كافة المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية لتحقيق رسالة إعلامية موحدة. وأقر الاجتماع تكليف عدد من أعضاء الهيئة للالتقاء بمسؤولي الإعلام الحزبي والأهلي بحضور قيادة الوزارة. ودعت الهيئة كافة وسائل الإعلام إلى العمل على حشد الرأي العام المحلي والخارجي لدعم الشرعية الدستورية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تسطر ملاحم بطولية لاستعادة الدولة ومؤسساتها. أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني أن دول التحالف العربي ستواصل جهودها ومساعيها المشتركة لإعادة السلطة الشرعية في اليمن وتحقيق الأمن والسلم في كافة ربوعه وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية والكرامة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون في محاضرة ألقاها اليوم في كلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان بدولة الكويت إن دول مجلس التعاون ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية بالتعاون مع الدول الصديقة لليمن لاستئناف العملية السياسية السلمية للتوصل إلى حل ينهي الصراع وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأضاف الزياني ستقدم دول المجلس دعمها السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي للحكومة اليمنية الشرعية مع مواصلة جهودها من أجل إعادة الإعمار والبناء. سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على معسكر الدفاع الجوي في محافظة تعز بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي وصالح. وقال المصدر في الجيش الوطني إن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على معسكر الدفاع الجوي في الجبهة الغربية لمدينة تعز بعد معارك ضارية مع الميليشيا والجيش الوطني. وأفاد المصدر عن استشهاد فرد وإصابة أربعة من قوات الجيش والمقاومة ومقتل العشرات من الميليشيا المتمردة، ولفت إلى أن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على مبنيين كان الحوثيون يتحصنون فيهما في الجبهة الغربية لتعز. وتكمن أهمية معسكر الدفاع الجوي كونه يقع في مرتفع جبلي يطل على عدة مناطق في الجبهة الغربية لتعز. ساعات فقط فصلت بين الموت الذي كانت تعيشه مدينة تعز على يد ميليشيا الحوثي وصالح وبين عودة الحياة إلى شوارعها وأسواقها التي شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار الخضروات والمواد الغذائية، فيما نشرت قوات الجيش نقاط تفتيش في المناطق والشوارع المحررة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بعد عام من الحصار والقصف والقتل والإجرام الذي مارسته ميليشيا الحوثي صالح الانقلابية، فتحت أبواب مدينة تعز للحياة من جديد، وانقشعت سحابة الحرب عن سماء تعز، واكتظت شوارعها بأبنائها التواقين للسلام، وطويت صفحة داكنة من تاريخ عاصمة اليمن الثقافية. الحمد لله، الأوضاع أصبحت الآن الأمن ستب داخل المدينة، والأوضاع مستقرة الحمد لله، وإن شاء الله بعد هذا ستكون يعني الطريق آمنة من عدن إلى من هنا إلى عدن عن طريق خط التربة. وإن شاء الله من هذه المنطقة سيتوصل المعونات الغذائية الذي يعني نحن نحيي بها أبطالنا ورجالنا والمقاومة الأشاوس الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن المدينة وتطهيرا لها من أنجاس هؤلاء الأوغاد الحوافيش الذين دخلوا المدن ليدمروها في اليمن. نحن نشد على أيدي المقاومة ونقول لهم الله ينصركم إن شاء الله بإذن الله الكريم. ناصر مؤزر وناصر تعز هو ناصر لليمن كامل. بعد دحر الميليشيا الانقلابية التي كانت تمنع دخول المواد الغذائية والطبية، عادت الأسواق الشعبية اليوم من جديد ودبت فيها روح الحياة. شعرنا كنا نحن في حصار ونحن في كبس مكبوسين علينا كبس، كنا نشرب كيلو الطماطم 700 ريال، اليوم ناكله ب 150 ريال، ناكل ونبيع، نشتري ونبيع ب 150 ريال. وهذا بفضل الله عز وجل وبفضل الأشاوس والأبطال الذين فتحوا علينا هذه المنافذ. وجزاهم الله خير. نعم نحن كنا نمر في حالة
لا أعلم بها إلا الله من الحصار. الواحد زبادي وصل إلى 180 ريال الآن، اليوم نأخذه 80 ريال، كيلو طماط ب 150، كيلو بصل ب 150، بفضل ما فتحوا الأشاوس المنافذ منفذ الضباب، وإن شاء الله يتم فتح منفذ المخا إن شاء الله. وبالرغم من أن الحرب لم تضع أوزارها بعد، إلا أن انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الغربية والشمالية أعطت بريق أمل لأبنائها بانتهاء معاناتهم وبدء فصل جديد من الأمل. الجيش والمقاومة بدأ العمل في تأمين كل أحياء المدينة المحررة وتفعيل أقسام الشرطة وتسيير الدوريات في المدينة، حيث زار القائم بأعمال مدير أمن تعز ورئيس اللجنة الأمنية العميد عبد الواحد سرحان المناطق المحررة، وحث أفراد الأمن على رفع درجة اليقظة والجاهزية والحفاظ على ممتلكات المواطنين ومراقبة أي تحركات مشبوهة تحاول زعزعة أمن وسكينة المواطنين. وجهنا بحماية المؤسسات الحكومية ومحتوياتها، كلفنا أشخاص أو مدير أمن القاهرة المظفر بالتواجد في إدارة أمن المظفر ومتابعة تنفيذ خطتنا الأمنية لحفظ الأمن في المناطق المحررة بإذن الله. استمرار المعارك على بعض أطراف تعز لم يمنع أبناء المدينة من رغبتهم في العيش ونبذ العنف والتطلع نحو دولة مدنية مستقرة على كامل الأراضي اليمنية، مع تأكيدهم على أن إرادة الحياة لا تقهر. أكد محافظ تعز أن قوافل الإغاثة الإنسانية بدأت منذ يوم أمس بالوصول إلى محافظة تعز، وقال إن 14,000 سلة غذائية ستصل إلى تعز، فيما ستواصل اللجنة العليا للإغاثة عملها لتسيير كميات كبيرة من الإغاثة خلال الأيام القادمة. وكانت اللجنة العليا للإغاثة اجتمعت يوم أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري بحضور المحافظ وعدد من المسؤولين، وناقشت الاحتياجات الإنسانية لمحافظة تعز بعد يومين من تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من كسر الحصار المفروض على المدينة من المحور الغربي. وأقر الاجتماع تكليف اللجنة العليا للإغاثة بمتابعة الاحتياجات الإنسانية لمحافظة تعز وتوفيرها بأسرع وقت ممكن، ومخاطبة الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني في المناطق المحررة وفقا لاتفاقية جنيف. دشنت بعدن اللجنة العليا للإغاثة قافلة النصر بإرسال قافلة عاجلة لمدينة تعز استكمالا ل 100,000 سلة المقدمة من مركز الملك سلمان لمحافظة تعز. وأكد جمال بالفقي منسق اللجنة العليا للإغاثة بأنه تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية، تم تجهيز وإرسال القافلة اليوم كتدشين لقافلة النصر التي ستنطلق الأيام القادمة لمحافظة تعز، والتي عانت الكثير جراء الحصار الظالم عليها ومن مختلف الجهات الداعمة. من جانبه أكد الأخ وضاح الزبيدي سكرتير محافظ عدن استعداد قيادة المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والدعم لإرسال قوافل الإغاثة لمحافظة تعز، مهنئا باسم محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي بالانتصارات الكبيرة التي سطرها الجيش الوطني والمقاومة في تعز وتمثلت بفك الحصار عن المدينة. إلى ذلك أوضح الأخ أحمد الوالي منسق المنظمات الدولية ورئيس لجنة أعداد قوافل النصر لتعز أن الأيام القادمة ستشهد إرسال قوافل إضافية ستبدأها بتجهيز قافلة النصر التي من المقرر انطلاقها من عدن الأربعاء القادم. إلى ذلك أوضح الدكتور سعيد العامري ائتلاف تعز للإغاثة بأن القافلة تشمل 18,500 سلة غذائية مخصصة لمدينة تعز، وتشمل 9 أنواع من المواد الغذائية. وأشاد الدكتور العامري بتعاون محافظ محافظة عدن عيدروس الزبيدي وكل أبناء مدينة عدن. طبعا في هذه اللحظات نبدأ بتدشين 14,000 سلة من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، وطبعا هذه تعتبر غلاق استكمال 100,000 سلة كان سابقا أرسلت لتعز. ونحن في اللجنة العليا للإغاثة بتوجيهات من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية بإغاثة أبنائنا وأخواننا في تعز، فنبادر نحن في تقريبا في هذه اللحظة ب 14,000 سلة غذائية، وتتبعها إن شاء الله قوافل أخرى. ونهني
الشعب اليمني بتحرير تعز. باسم قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ اللواء عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي، ها نحن اليوم ندشن إغاثة لمحافظة تعز، تعز الصمود، تعز الحضارة، تعز الثقافة ب 14 ألف سلة امتدادا لما تم إغاثتها من سابق ب 100 ألف سلة، وهذه مقدمة من مركز الخير، مركز العطاء، مركز الملك سلمان حفظه الله سلمان العروبة. وإن شاء الله ستتوالى القوافل هذه إلى تعز قافلة تلو أخرى إلى أن تشمل تعز كاملة. ألف ألف مبروك لتعز بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، واستنادا إلى توجيهات الأخ رئيس الجمهورية والأخ نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والأستاذ عبد الرقيب فتح الله الأسودي والأستاذ جمال بارفقية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة. تم تشكيل اللجنة إعداد القوافل، وكان لي الشرف أن أكون على رئيس هذه اللجنة باستقبال واستلام وإرسال وإعداد القوافل وإرسالها تعز، وهي القافلة الأولى التي ندشنها اليوم ب 14 ألف سلة استكمالا ل 100 ألف سلة المقدمة من مركز الملك سلمان، مركز الخير والعطاء. أيضا بإذن الله هناك إعداد، نعد خطة كاملة لإعداد لها قوافل مستقبلية إلى تعز. ندعو جميع المنظمات الدولية، منظمات المجتمع المدني، الهلال الإماراتي، الإغاثة الطبية الكويتية، الهيئة اليمنية الكويتية، الهلال القطري، كل من يستطيع وكل المنظمات الدولية الغير حكومية، نحن على استعداد تام لاستلام أي مواد وإرسالها إلى تعز. كل الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان والملك سلمان يعني حفظه الله على هذه المكرمة التي سبقت المكرمة لأبناء تعز. هي طبعا تأتي هذه المكرمة 14 ألف سلة غذائية استكمالا للمئة ألف سلة السابقة اللي كنا هذه كانت متأخرة، اللي هي حصة المدينة اللي هي كانت محاصرة. الآن بعد فك الحصار يتم تدشين استكمال المئة ألف سلة الغذائية بأسمى معاني الشكر والتقدير. نتقدم لهم ولسفراء العطاء أيضا، نتقدم لهم أيضا الشكر والتقدير، وكذلك أيضا نتقدم الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ومحافظ عدن وكل أبناء عدن الذين يعني يولون تعز كل الاهتمام والرعاية في هذه الإغاثات. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الروابط الأخوية بين في إطار الشعب اليمني الواحد. استمرت الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى جنوب محافظة الجوف. وقالت مصادر إعلامية إن المعارك مستمرة بين الحوثيين والجيش الوطني، فيما استهدف طيران التحالف العربي مواقع تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في عدة مواقع شمال المحافظة. وحققت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية انتصارات واسعة على المتمردين الذين يستميتون من أجل البقاء في آخر معاقلهم في الغيل بمحافظة الجوف. لقي أربعة من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم اليوم في محاولة التسلل إلى مواقع المقاومة شمال محافظة الضالع. وقال شهود عيان إن أربعة من ميليشيا الحوثي وصالح لقوا مصرعهم وجرح آخرون أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع المقاومة بمنطقة يعيس شمال الضالع. تأتي هذه المحاولة اليائسة من ميليشيا الحوثي وصالح بعد تكبدهم خسائر فادحة في مختلف جبهات القتال في تعز، إلا أن المقاومة تتصدى لهم بكل قوة وحزم، وتشتد المواجهات في تلك الجبهات بين الحين والآخر مخلفة قتلى وجرحى من الميليشيا المتمردة. نفذت كتيبة المهام الخاصة في المنطقة العسكرية الثالثة بمشاركة كتائب نوعية من القوات الخاصة والشرطة العسكرية والأمن العام والنجدة اليوم المشروع التكتيكي تحت شعار تمرين العاصفة. ونفذ في التمرين الذي حضره مدير عام الشرطة العميد محمد القحم وقائد القوات الخاصة العميد عبد السياغي وقائد كتيبة المهام الخاصة المقدم ناصر المنصوري وعدد من القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية الثالثة، نفذ العديد من المهارات والمهام النوعية والمتميزة في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين والمخربين وتحرير الرهائن وكيفية التعامل مع الأعمال الخطرة. وشاركت نخبة من قوات مكافحة الإرهاب وأخرى في عمليات الإنقاذ والإسناد السريع، ومجموعة من سيارات الإسعاف والإطفاء والآليات والعربات والمدرعات الحديثة التي أسهمت في عكس المهارات القتالية
ونوعية التدريب والتأهيل التي حصل عليها أفراد النخبة في كتيبة المهام الخاصة والكتائب المشاركة في المشروع التكتيكي. وتميز المشروع بتنفيذ مهام نوعية في اقتحام المباني وتحرير الرهائن والقبض على عدد من الإرهابيين وحماية المنشآت وتعزيز الحزام الأمني للمنطقة. وأوضح مدير عام الشرطة العميد محمد القحم أن المشروع الذي حقق نجاحا كبيرا وبنسبة وصلت إلى 95% يعطي رسائل قوية للداخل والخارج بقوة وقدرة وكفاءات قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة. الخارج والداخل، ان هناك ان الامن في محافظه مأرب بينعم بالامن والاستقرار، وان سياده الدوله باصده على جميع اطار المحافظه بشكل عام، وبما في ذلك عاصمه المحافظه. وقوات الامن هذه والقوات المسانده لها هي رساله لكل من تسول له نفسه العبث بالامن والاستقرار في اطار محافظه مأرب والمحافظات الاخرى ان شاء الله باذن الله تعالى عندما تكون تحت سيطره الشرعيه. ناقشت لجنة الشهداء والجرحى بمحافظة أبين برئاسة المحافظ الدكتور الخضر محمد السعيدي أوضاع أسر الشهداء والجرحى والإجراءات المتعلقة بتحسين أوضاعهم. وأوضح الأخ المحافظ أن لجنة حصر الشهداء والجرحى سجلت 689 شهيدا وأكثر من 1000 جريح منذ اندلاع الحرب ضد الميليشيا الانقلابية، وأن الرقم قابل للزيادة بسبب استمرار الحرب في جبهة مكيراس. وأكد أن اللجنة تعمل منذ بدء الحرب في مواقع الشرف والبطولة في مديريتي زنجبار ولودر التي دارت فيهما روح المعارك ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من محكمة استئناف المحافظة وكل الجهات ذات العلاقة بغية توثيق البيانات عبر المحكمة لكل شهيد وجريح، مشيرا إلى أن أبناء أبين يشاركون في جميع المعارك حاليا في مختلف جبهات القتال خارج محافظتهم إيمانا منهم في الدفاع عن الأرض والعرض ضد عصابات الحوثي وصالح الانقلابية والمتمردة، حاثا كل الجهات المعنية بالمزيد من الرعاية والنظر لأوضاع الأبطال الذين قدموا أرواحهم على أكفهم من أجل إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية وبناء الدولة الوطنية، دولة النظام والقانون والحقوق المتساوية. افتتح محافظ محافظة شبوة العميد عبد الله علي النسي مركز العلاج الطبيعي التابع لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين في محافظة شبوة، وهنأ المحافظ الشريحة المستفيدة من خدمات المركز بمناسبة افتتاحه، كما أعرب عن استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها الجمعية أو المركز. كما زار المحافظ النسي مقر جمعية رعاية وتأهيل المعاقين والتقى هناك بإدارة الجمعية، وتفقد المحافظ أقسام الجمعية واطلع من المختصين فيها على مستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبه رحب رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين محمد دحيلة بافتتاح المحافظ للمركز وزيارته لمقر الجمعية، وثمن دور المحافظ والسلطة المحلية في خدمة هذه الشريحة من المجتمع. اطلع محافظ المهرة محمد عبد الله كدة اليوم على سير العام الدراسي بروضة الأطفال ومدرستي 26 سبتمبر للبنات ومخبال للبنين بمدينة الغيضة، وزار عددا من الفصول الدراسية، كما حث الطلاب والطالبات على المثابرة والاعتماد على النفس عند الامتحانات والعزم على مواصلة التحصيل العلمي. وكان المحافظ قد التقى بإدارة ومعلمي المدرستين واستمع منهم إلى كيفية سير العام الدراسي الحالي والاحتياجات المطلوبة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لإنجاح العام الدراسي 2015-2016 وتسخير كافة الإمكانيات لنهضة العملية التعليمية والتربوية. رافق المحافظ مدير عام مكتب التربية والتعليم سمير مبخوت هراش برعاية من السلطة المحلية بمحافظة المهرة. كرم صندوق التكافل الاجتماعي التربوي بمديرية سيحوت 25 تربويا وتربوية من المتعاقدين بحضور وكيل المحافظة سعيد سعدان في ساحة ثانوية أروى للبنات في المديرية. وأكد وكيل المحافظة أهمية مثل هذا التكريم الذي يطال نخبة رائعة من الجيل التربوي، مؤكدا على ضرورة العمل المخلص والتعاضد بين الجهات السلطوية والطبقات الشعبية والنخبوية منها والكادحة لما يحقق النهضة الحضارية للمحافظة ويحافظ في أدنى الاحتمالات على المؤسسة الإدارية الموجودة.
اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن الدورة التدريبية الأولى في كيفية التعامل مع الحميات بمشاركة 25 طبيبا وطبيبة، واستمرت لمدة 3 أيام. وفي حفل الاختتام ألقى الأخ محمد نصر شاذلي وكيل محافظة عدن كلمة تطرق خلالها إلى أهمية الدورة في التعريف والتعامل والقضاء على الحميات، خاصة الملاريا والضنك التي انتشرت في معظم محافظات الجمهورية نتيجة الأوبئة والأوساخ التي خلفتها الحرب. من جهته أكد أبو إسماعيل إبراهيم القرشي ممثل اللجنة الصحية في اللجنة العليا للإغاثة الكويتية استعداد اللجنة الصحية الميدانية تقديم المحاليل المخبرية والأدوية الخاصة بحمى الملاريا والضنك وسيارات الإسعاف للمستشفيات والمراكز الصحية. دشن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي استكمال الأعمال في مشروع إضافة 9 فصول دراسية لمدرسة بن ماجد للتعليم الأساسي في منطقة الخيسة بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وفي التدشين الذي تم إنجازه ما نسبته 75% على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر، أشاد مدير المديرية بدور الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي على ما قدموه ويقدموه من دعم سخي في تمويل عدد من المشاريع الخدمية خاصة في مجال التعليم. إلى ذلك اطلع اليزيدي وبحضور مدير شرطة البريق على أعمال إزالة الاستحداثات العشوائية وفتح عدد من الطرق المغلقة بمنطقة الخيسة. وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا المساء، أطيب تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.